بعد 40 يوما من السفر من فنزويلا إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، صعد غوستافو مينديز إلى حافلة في تكساس نقلته إلى نيويورك، من دون أن يدري الشاب أنه كغيره من المهاجرين من أمريكا اللاتينية مجرد بيدق على رقعة مواجهة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين. Bueno, ellos pusieron a escoger o te vas por tu cuenta hacia un sitio que tú quieras o tomas este bus gratis a Nueva York. Y tomé la posibilidad porque no tengo los recursos para ir a otro lugar. وقبل 3 أشهر من انتخابات تشريعية تقام في منتصف الولاية الرئيسية قد تؤدي إلى فقدان الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس، يزيد الحاكم الجمهوري لولاية تكساس غريغ أبوت الذي يطمح لإعادة انتخابه في 22 نوفمبر الضغوطات على حكومة بايدن. وقام غريغ أبوت الذي تواجه ولايته الشاسعة المحاذية للمكسيك تدفق المهاجرين كل يوم بإرسال مئات الحافلات التي تقوم منذ نيسان أبريل بنقل الوافدين الجدد بالمجان إلى واشنطن. That is just unfortunate. Governor Abbott is using human beings for political purposes, and he's doing this to incite anti-immigrant sentiment. No se lo recomiendo porque el trato infrahumano que vive uno en este viaje, de hecho, te deja daño hasta psicológico, el maltrato físico y moral. بين أيار مايو وأب أغسطس وصل 4000 طالب لجوء من فنزويلا ونيكاراغوا وهايتي يحظون بحماية خاصة بموجب قانون فيدرالي إلى نيويورك بحسب البلدية. وأعلنت بلدية نيويورك عن فتح 11 مركز إيواء في مانهاتن وبروكلين وكوينز، ومن المرتقب أن يستقبل مركز جديد في قلب مانهاتن 600 أسرة مهاجرة عما قريب.